تقول في سؤالها الأخير أحسن الله إليكم: سمعنا أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام النساء إلا وجهها وشعرها وعنقها وذراعيها ورجليها إلى أنصاف الساقين، فهل إذا أظهرت غير هذه المواضع تكون آثمة كساعدها أو رجلها إلى الركبة أو بعض ظهرها، وحجتها أنها بين النساء أو في بيتها؟ وهل يجوز للمرأة أن تظهر ثدييها أمام النساء إذا كانت ترضع طفلها مثلا؟ ثم كم مقدار موضع القلادة في العنق؟ يجوز للمرأة أن تظهر من جسمها أمام النساء ما جرت عادة النساء المحتشمات بإظهاره، كالوجه والكفين والقدمين وشعر الرأس، ما جرت العادة بين المسلمات بكشفه من بعضهن عند بعض، ولا يجوز ما زاد عن ذلك، لأنه لا حاجة إليه، ولأنه يدرب النساء على التساهل بالحجاب. نعم. قولكم جرت العادة بذلك بين مسلمات، أي مسلمات وإن كان ملتزمات، المسلمات الملتزمات بالحجاب وما تدعو الحاجة إلى كشفه للعمل والمهنة، هذا أمام النساء. أما أمام الرجال الأجانب فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جسمها، لا وجهها ولا كفيها ولا قدميها ولا شيء من جسمها، بل يجب عليها الستر الكامل أمام الرجال غير المحارم. نعم.